الحلقة من تراست، أزمة ثقة، مشتركان يلتقيان لأول مرة، يشاركان معا فريقا واحدا من أجل الفوز بالنصف مليون ريال. ولكن عند المواجهة مشترك واحد يمكنه خرق الثقة. من سيستمر ومن سيضرب؟ تراست، أزمة ثقة. جولة جديدة من إغراء المال والمعلومات بحلقة اليوم من تراست، أزمة ثقة. بحلقة اليوم مشتركين راح يصيروا أصحاب وشركاء وأصدقاء من خلال 12 سؤال. إذا وصلوا للنهاية ممكن يربحوا نص مليون ريال سعودي. إنما بأي لحظة من اللحظات ممكن أحد الشريكين يضغط على الزر اللي قدامه ويحرم شريكه من الأرباح. خلونا ننتقل مع الثقة وأزمة الثقة ونتعرف على أول مشتركين لحلقة الليلة. اسمي أحمد علي حفظي، عمري 24 سنة، تخصصي دكتور صيدلة، قادم من أبها للمشاركة في البرنامج بإذن الله. نقاط ضعفي في الفن والموسيقى، أما نقاط قوتي في المعلومات العامة وفي الطب والرياضة. إذا فزت في المبلغ أتمنى امتلاك سيارة. أنا سناء بكر يونس، اسمي الفني سناء يونس. أنا مذيعة وممثلة إعلامية، يعني نقدر نقول. طبعاً أنا جاية من البحرين، أنا سعودية ولكني عايشة في البحرين لأني متزوجة في البحرين. بالنسبة لعمري سؤال كتير يعني برايفت، هذا عمري ما بيعرفه إلا زوجي، فأرجوكم هذا لازم ما تسألوا أحدا من السيدات. بعدين أبغى أعرف، حابة أنكم تعرفوا نقاط ضعفي. نقاط ضعفي أنا يعني مثلاً في المسابقات، في الأمور هذه ما بحفظ تواريخ، كثير ما بحفظ التواريخ لأني تعرفوا زهايمر قريب. ونقاط قوتي إن شاء الله، نقاط القوة عندي يعني أنا معلوماتي العامة كثير كويسة، أحب الأسئلة اللي في يعني تدخل في الفن وفي الأمور هذه، تلاقي يعني عندي معلومات كثير حلوة. بالنسبة إذا الله وفقني وفزت في هذا المبلغ أو نص أو اللي راح أفوز فيه إن شاء الله، حابة أفتح مطعم. أطلب منهم الآن إنهم ينضموا لوسط المنصة ونشوف إذا راح نقدر نعيش مع بعض أزمة ثقة. سناء وأحمد، يا هلا وسهلا فيكم، شرفتونا. أهلا وسهلا. سناء بكر يونس، يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا، سعيدة بتواجدي معاكم. سناء، أنت فنانة وممثلة ومذيعة سعودية ومقيمة بمدينة جدة، عرفيني من جاء معاك اليوم؟ جاء معايا زوجي راشد أبو طلال. وصديقتي الأنتيم ندى كساب. يا أهلا وسهلا بكم، تحياتنا لكم، حياكم الله. أحمد دكتور صيدلي من الباحة. من أبها. يا أهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. عرفني مين جاء معاك اليوم؟ جاء معي نسيبي الحسين محمد. نعم. عسيري. يا أهلا فيك، يا أهلا وسهلا. وصاحبي حسين عبد الله مجرشي. أهلا فيكم، شرفتونا، يا أهلا وسهلا فيك، حياكم الله. الله حيك يا هلا. في البداية راح أطلب منكم أنكم تأكدونا عدم معرفتكم ببعض نهائياً أو التقاكم لا داخل ولا خارج الاستديو. أكيد 100%، يعني أنا أحمد الحين اللي شفته هو أكيد بس يعرفني من خلال التلفزيون. أكيد. نعم نعم، أنت على نار على علم زي ما يقولوا. يا هلا فيك. إذن مشاهدينا، فعلا مشتركينا ما يعرفوا بعض نهائيا. خلوني أعطيكم قواعد اللعبة في البداية عشان توصلوا لأعلى مبلغ عندنا في البرنامج اللي هو نص مليون ريال سعودي. لازم تجاوبوني صح على 12 سؤال. في كل مرة أنا راح أعطيكم بداية السؤال
وانتم تختاروا نهايته، يا تكون سهلة أو وسط أو صعبة. وطبعا كل ما كان السؤال أصعب كل ما زاد مردوده عليكم، واللي منكم بيختار درجة عالم الثاني راح يفرض خياره على شريكه. أوكي. يعني يا سناء لو انت اخترت الوسط وأحمد اختار السهل، السؤال لكن راح يكون لكم انتوا الاثنين وسط. لكن انتبهوا، في حال ارتكبتوا ثلاث أخطاء بكل بساطة راح أقول لكم شرفتونا وتنتهي اللعبة لكم انتوا الاثنين. واضح؟ الله لا يقوله. جاهزين؟ إن شاء الله. مستعدين؟ بإذن الله. خلونا نروح للسؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء كيفكم في الطرب الخليجي؟ في إيش؟ في الطرب الخليجي. إن شاء الله زين. كويس. إن شاء الله زين. إن شاء الله. طيب سؤالكم الأول بداية تقول أي مطرب خليجي يغني أغنية 500 ريال للسهل، 2500 ريال للوسط، 5000 ريال للصعب؟ تفضلوا اختاروا. أكدي لي معلش اختيارك مرة ثانية. جميل، اخترت الوسط. سناء كيف المغامرة معاك وكيف ال... والله أنا هذه أعتبرها مغامرة، لأن أنا دائما تعرف يا محمد أنا اللي أقدمها المرة. طبعًا طبعًا. أنا ضيفة وايد مستمتعة في تواجدي في البرنامج. والله إحنا مستمتعين بوجودك ومنورانا اليوم. الله يخليك. ومستمتعة أني أنا اليوم ضيفة، يعني ما بيهمني قديش كسبت أحمد، يعني ما أدري يمكن لأول مرة، بس أنا يهمني أني أكون موجودة في البرنامج أختبر معلوماتي إن شاء الله أكون. إحنا يعني يهمنا وجودك. إحنا يهمنا وجودك، نورتينا. أبو أحمد كيف روح المغامرة عندك؟ والله هذه أعتبرها أقوى مغامرة وأكبر مغامرة. أنت في الحياة العامة مغامر مخاطر؟ نص نص. نص ونص. أي نعم. عشان كذا اخترت الوسط. أي نعم. طيب جميل، سؤالكم بألفين وخمسمية ريال ويقول أي مطرب خليجي يغني أغنية حبيبي برشلوني؟ أعيد لكم السؤال، أي مطرب خليجي يغني أغنية حبيبي برشلوني؟ لا تشاوروا مع بعض وتقولوا لي الإجابة، تقولوا لي جوابنا هو حسين الجسمي. حسين الجسمي ما حسين. إيش رأيك؟ ما مرت علي بصراحة. سناء أنت ما قد جربت إنك تغني؟ لا أنا أيام افتتاحية سمسم كنت أدي، عندي إذن موسيقية أدي بس بعض. أنت دائما رايا. الله يخليك تسلم. بس ما يعني ما جاء في بالك وجنب التمثيل والتقديم لا الغناء؟ لا 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 يعني مذيعة مقدمة برامج، برامج أطفال، افتح سمسم أوكي، بس مطربة يتهيألي مو مجالي أبدا. الله يسعدك، رائعة دائما. الله يخليك. رائعة دائما. طيب إجابكم إيش كان؟ الجسمي. حسين الجسمي. حسين الجسمي. موافق على الإجابة هذه أحمد؟ بإذن الله موافق. إجابة صحيحة، وفعلا حسين الجسمي هو اللي غنى أغنية برشلونة حبيبي برشلوني، وكانت أغنية جديدة لي. صحيح جديدة. وكذا صار في رصيدكم 2500 ريال. حلوين. خلونا على السريع نروح للسؤال الثاني. بداية السؤال الثاني تقول من هي السيدة السعودية؟ 1000 ريال السهل، 5000 ريال الوسط، 10000 ريال الصعب؟ تفضلوا اختاروا. ها رجعنا للسهل مرة ثانية. طيب سؤالكم بألف ريال ويقول من هي السيدة السعودية التي فازت بجائزة هارفارد للتميز العلمي؟ أعيد لكم السؤال، من هي السيدة السعودية التي فازت بجائزة هارفارد للتميز العلمي؟ دكتورة. ثريا قابل كذا ارفعوا لنا صوتكم خلونا نسمع ايش قاعد تتشاوروا في ايش. يعني متشككين في الاسم، هي ثريا قابل او اخر واحده دكتوره هي فازت بشيء علمي. ثريا قابل. ما عندك فكره؟ والله ما عندي. ما تحضرني أنا بعد. طيب نثبت على إجابة؟ فكروا سوا وأعطوني الإجابة. قريبة توقع يعني. أنا الاسم هو يا ثريا اسمها
يعني 7 ثواني ثانيتين. دكتورة ثريا قابل. دكتورة ثريا. ثريا قابل. ثريا قابل. ايش رايك في الإجابة أحمد؟ والله أنا معاها، أنا ما عندي إجابة واضحة يعني. وأنا بعد مو متأكدة بس راح أقول. شاكة أنها ما هي صح الإجابة. شاكة أنها صح ولا ما هي صح؟ شاكة أنها يعني نص نص، مو بصح. نعم مو بصح. فعلا شكك في محله، إجابة خاطئة، وهي خولة بنت سامي الكريع. ريا. اللي فازت بجائزة هارفر. ما هي ثريا قابل. لكن ما علينا. لسه هذه أول فرصة اخطأتوا فيها، ولسه بقي لكم فرصتين إن شاء الله. والخير جاي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وخلونا نروح للسؤال الثالث. كيفكم في الجغرافيا السعودية؟ إن شاء الله زين. إن شاء الله كويس. تخصص الجغرافيا السعودية. خلونا. إن شاء الله زين. إن شاء الله زين. إن شاء الله. طيب بداية سؤالكم تقول لأي منطقة سعودية تتبع مدينة 1500 ريال السهل، 7500 الوسط، 15000 ريال الصعب. جميل. ظاهر رجعت روح المغامرة مرة ثانية تنتعش. سؤالكم يقول لأي منطقة سعودية تتبع مدينة الأحساء؟ لأي منطقة سعودية تتبع مدينة على قولنا الحسا؟ الحسا تتبع المنطقة الشرقية. منطقة شرقية. نعم ثبتين. لازم تقولوا لي جوابنا هو الجواب النهائي. الإجابة. هو منطقة الأحساء تتبع للمنطقة الشرقية. مدينة الأحساء تتبع للمنطقة الشرقية. نعم مدينة أحساء تتبع للمنطقة الشرقية. أكيد واثقين في الإجابة. لا تشكك. إجابة محمد. صح. إجابة صح. وكذا صافي رصيدكم 10000 ريال. مبروكين عليكم. خلونا على السريع دام اننا متحمسين، شايف الحماس عندكم بدا يرتفع من الساحل للوسط. خلونا نروح للسؤال الرابع. سؤالكم الرابع بدايته تقول على لوحة المفاتيح العربية في الكمبيوتر ما هو الحرف الموجود على 2000 ريال السهل، 10000 ريال للوسط، 20000 ريال للصعب؟ على الكيبورد. على الكيبورد. نعم ما زلنا في الوسط وما زالت روح المغامرة شادة حيلها. كويس. طيب سؤالكم ب10000 ريال ويقول على لوحة المفاتيح العربية في الكمبيوتر ما هو الحرف الموجود على يسار حرف الهاء؟ أعيد لكم السؤال. على لوحة المفاتيح العربية في الكمبيوتر ما هو الحرف الموجود يسار حرف الهاء؟ يسار الهاء. كذا غمض عينكم، غمض عيونكم. أيه. وافتكروا الكيبورد. يسار او يمين؟ يسار. هذا اليسار، هذه يد اليسار. شوف الأبجدية. أكيد في شغلك أنت تستخدمين كثير الكمبيوتر. نون يسار. مين؟ اليسار. هو أنت تبغى اليسار. يسار. يسار الحرف. يسار الحرف. يسار حرف الهاء. إيش هو؟ الهاء. الهاء هنا. طيب. الصف الثالث. إيه. النون هنا. طيب. يسار هيكون. هنا. جيم حاء خاء. أتوقع ها. دال. دال. أبجد. هي تجي أبجد هوز. زي تحت. أي أب. كي. تحت. أي واحد. تتوقع. حرف الهاء. أبجد. تعرفين موقع الكيبورد الهاء؟ الهاء ايوه تكون يعني هنا. شوف الكيبورد قدامك. حلو.
تهتفت في التليفون. لازم تعطون إجابة قبل لا يداهمكم الوقت. شوف ما توقعت السؤال. سبع ثواني. ماني متأكد. أربع ثواني. ثانية واحدة. صافي. حرف الفاء. تأكدين من ذي الإجابة؟ أنا متأكدة. تكصيد لي الكمبيوتر أكيد تستخدمه. سنة أكيد في الإعداد وكذا بتستخدم الكمبيوتر. ولا يعني ما هي راضية تيجي قدام الكيبورد. ما غمضتوا عينكم وافتكرتوه كيف شكله؟ حرف الفاء. هو هذا أنا معاكم سؤال سهل وصعب في نفس الوقت يعني حير. أنت تيجي تتخيل والحين ما في مو قدامك. طيب تعطوني إجابة؟ جوابنا هو حرف الفاء. جوابكم هو حرف الفاء وللأسف إجابة خاطئة وهو حرف العين. حرف العين هو اللي على يسار حرف الهاء. لكن ما هي مشكلة. والله مشكلة. لا إن شاء الله ما هي مشكلة. لكن قبل أن ننتقل للسؤال خلونا نطلع فاصل إعلاني قصير ونرجع ونتابع مع بعض تراست أزمة الثقة. عدنا بعد الفاصل مع مشتركين في حلقة الليلة من تراست أزمة الثقة. عموماً خلونا نروح على السريع للسؤال الخامس. لا إن شاء الله هذا السؤال يكون سهل. سناء أنت كيفك في الطبخ؟ أوف أعجبك. الله جميل. كان عندي مطعم. إيش أكثر شيء تحبي تطبخيه كذا يعني تطبخيه بمزاج؟ السليق. الله أنا أحترم هذه الأكلة الصراحة. الكبسة أو المكبوس السعودي. يعني أنت من النوع اللي يحب المطبخ؟ أي أنا كثير أحب المطبخ. جميل. يعني لما يكون في رمضان أكون عندي شغل إجازتي لازم في رمضان عشان أتفضل الطبخ. أنا أهني زوجك الصراحة. يبين عليك. أهنيك. أهنيك الصراحة. الله يخليك. أنت إحنا نعرف إنه أنت عندك مطعم. صح؟ كان عندي مطعم إيه. كان عندك مطعم وكنت تودي طبخات بيتوتية فيه؟ إيه أنا كنت. ولا بس المطبخ؟ لا أطبخ في البيت وأودي للمطعم. أوه جميل. إيه وبعد وعندي. أنا فاتني أنا المطعم هذا الصراحة. فاتك. اسمه خفايف حجازية. الله. أحمد أنت كيفك في الأكل؟ والله في الطبخ يعني نطبخ الأكلات المعروفة كذا شفتك بلا طريقك شكلك جاع. أيام الجامعة وأيام العزوبية كنا نطبخ. كنت تطبخ. هو دائما العزوبية لازم يخبص وما يطبخ. تخبيص المرة الأولى الثالثة. شاطرين في الطبخ في الأكل. طيب عموما بداية السؤال الخامس تقول ما هي الأكلة السعودية التي تتكون من 2500 للسهل 12500 للوسط 25000 ريال للصعب. الله الله سناء انت اخترت الصعب وقيمته 25000 ريال سعودي. ان شاء الله. يعني لو جاوبتي راح يصير في رصيدكم 35000 ريال ان شاء الله. طيب جميل سؤالكم يقول ما هي الأكلة السعودية التي تتكون من قمح محشو بالدبس والهيل والزعفران؟ ما هي الأكلة السعودية اللي مكوناتها هي قمح محشو بالدبس والهيل والزعفران؟ العقيلي محشوة بالدبس دبس العسل دبس الرمان دبس التمر والهيل والزعفران. العقيلي عندكم إجابة؟ أي نعم. استشرتوا بعض؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله والله أتمنى لكم هي. الله طيب تقولوا لي جوابنا النهائي وتعطوني الإجابة. جواب النهائي هي العقيلي الكليتشة. العقيلة ولا الكليتشة؟ الكليتشة
القصيمية. العقيلة غير والكليشة غير؟ لا، الكليشة القصيمية. نعم. هي من القمح ومحشوة بالدبس وفيها هيل وزعفران وماي ورد. يعني الكليشة ولا العقيلة؟ كليشة. ولا هي اسم واحد؟ يمكن أنت عالم مني في الطبخ. لا، هي الكليشة. هي الكليشة. ايش رايك؟ اعطوني، ابغاكم تقولوا لي جوابنا. هو تقريبا هي، لانه المقادير، المقادير موجوده فيها. انت تعرف المقادير حقت الاكل هذه؟ عارفها يعني؟ جوابكم صح. جوابكم صح، هي الكليجة. هي الكليجة، وصار في رصيدكم 35,000 ريال. جاء وقت انكم تروحوا وتتوجهوا لاصحابكم واقربائكم، تتشاوروا معاهم وتشوفوا ايش القرارات اللي راح تتخذوها. طيب، ما جاوبته صح. ايش رايكم؟ يعني لا ما بدينا نخش في الى الحين كويس. ما بدينا نخش في ال يعني الجو اللي متاخر. راجع معلوماتك اللي من الاكس. اهم شيء الهدوء بس، وانك تركز. طيب ايش رايكم الحين؟ كمل تقريبا. انا ابغى اكمل بس المجال للخطا مره واحده بس. يعني اثق في قدراتك يعني. شوف ايش رايك انت، اكمل ولا خيار لك في الاخير. اوكي، ثانك يو ثانك يو. يعني شو الكليشة بس؟ شو راح انك الحرف هذه؟ الحرف بس راشد. الكيبورد يعني شوف، يعني التليفون موجود، مال التليفون الالفابيتي صعب. زين والسعوديه سهله هذا؟ اسمها ما جاء في بالي. ثريا بعد فازت بجائزه. ثريا قابل. اي بس في الطب. ايش رايكم في الاغنيه؟ طلال، هذه طلال. انت وقت التشاور للمشتركين، وراح اطلب منهم الان انهم يرجعوا للوسط المنصه، لكن خلال رجوعهم راح نسمع مع بعض العد التنازلي للمبلغ. هل يا ترى واحد فيهم راح يضغط على الزر ويحرم شريكه من حصته، ولا راح تستمر الثقة بينهم؟ خلونا نشوف مع بعض. ستة آلاف ريال. اثناشر ألف ريال. 17,500 ريال. واصل. 23,000 ريال. واصل. 29,000 ريال. 35,000 ريال. أوبا، أحمد ضغط وأخذ أحمد 35,000 ريال. مبروكين عليك يا أحمد. مبروكين عليك. أحمد، قل لي إيش اللي خلاك تضغط؟ أنا والله كانت يعني أحلامي أكبر من كذا، لكن مجال الخطأ مرة واحدة يصلي. يعني كنتم واصلين، إجاباتكم حلوة كانت. أنا كنت والله أبغى واصل، يعني المبلغ ما يحرز إنه واحد يغلط. صحيح، يمكن أنت تخوفت من أنا تخوفت من فرصة واحدة يعني. والثقة كيف كانت؟ تأزمت؟ حسيت أن الثقة بدأت تأزم بين أستاذ الفنان غني يعني؟ لا، إحنا ما نقول إن شاء الله، مو في الشخصيات، إحنا نتكلم في الإجابات. لعبة. في اللعبة، في اللعبة، مع أنه جاوبت هي في أشياء كثير الصراحة. صحيح، لكن الأسئلة غير متوقعة يعني. هذه اللعبة يعني ممكن يجيك تختار سهل بس يطلع لك سؤال غير متوقع. هي هذه اللعبة. لكن عموما قل لي إيش راح تسوي فيها؟ إيش راح تسوي بال 35,000 ريال يا أحمد؟ ما تسوي شيء تقريبا يعني. ممكن تساعدني في اثاث شقتي يعني. ان شاء الله، الله يوفقك باذن الله. مع انه اعلى اجابه كانت هي اختارتها اللي جابت لك ال 25,000 ريال. عموما يا احمد، مبروكين عليك، مبروك. والفلوس صارت حقتك وانت حر التصرف فيها، والف مبروك عليك. الله يبارك فيك. مدام سناء، احنا تشرفنا بوجودك. الله يخليك. نورتينا وكسبنا شوفتك. الله يسلمك. ومبروكين لكم انتوا الاثنين. الله يخليك. مشاهدينا، نتوقف مع بريك اعلاني سريع ونرجع لكم مع مشتركين جدد وترست أزمة ثقة. كان جيم ممتع، لعبة ظريفة. عرقلنا اللي هو الخطأين اللي صارت في البداية، رجعت للسبورتر. طبعاً
أبو عبد الله قال لي كمل وحثني على المغامرة، لكن الحسين الثاني قال لي لا انسحب. فأنا ضربتها في راسي، شفت أن الانسحاب أفضل لأنه وقعنا في خطأين، والمغامرة المرة الثالثة ما كانت يعني ما شفتها أنها في صالحنا، عشان كذا ضغط. أنا نصحته برضو أنه يستمر في المسابقة، لكن هو شاف هذا الحل الأنسب له والله يوفقه. كلمت أحمد أنه ينسحب وما يجازف لأنه عنده خطأين واختار الأنسب. أنا وثقت كثير في اللي معايا، لكن هو حس أنه شوية معلومات يعني صار عندنا 2X فيعني تردد شوية. أنا حبيت كنت بدي واصل لأن المبلغ اللي وصلنا له ما كان يحرز، فهو الظاهر لأنه تخوف أنا تكتفت يعني ما بدي يعني أضغط، بس هو تخوف ومبروك عليه للمبلغ اللي أخذه. صراحة ما جاتني هي وقالت لي بالنسبة حق المسابقة كمل، قلت له لازم تكملين والله يوفقك إن شاء الله، بس يا ريت يعني برت اللي معاها كمل معاها كان بيوصل إن شاء الله، متأكد يوصل أرقام إن شاء الله أكثر. إحنا نصحناها أنها تكفي وهي كانت بدها تكفي، بس البارتنر يمكن خايف، يمكن خايف يخسر المبلغ اللي هو 35,000 ريال which is nothing يعني. أحمد ثقة واربح 3,000 ريال سعودي كل أسبوع. سؤال هذا الأسبوع: ما اسم خط العرض الذي يقسم الأرض إلى نصفين؟ A. خط الاستواء. B. خط الالتواء. للإجابة فقط أرسل ألف A أو باء B على الأرقام المرادفة إلى بلدك. متابعين مع بعض تراست أزمة ثقة ومشتركين جدد، خلونا نتعرف عليهم. مرحبا، أنا ريم خراس من جدة، عمري 22 سنة، موظفة في قطاع خاص. نقاط قوتي الأدب والتاريخ، نقاط ضعفي الفن والرياضة. إذا ربحت الجائزة إن شاء الله، لسه ما فكرت بس أكيد في ناس فكرت عني. مرحبا، أنا أحمد بخاري، عمري 30 سنة، جاي من مكة، بشتغل في مجال السياحة. نقاط قوتي شوفها في السياسة والفن، نقاط ضعفي بشوفها في الجغرافيا. لو ربحت الجائزة إن شاء الله حالف العالم. رنيم وأحمد كل واحد منهم وصل اليوم ومعه أصدقاء وأقاربه عشان يقدموا له يد العون خلال الحلقة. راح أطلب منهم الآن إنهم ينضموا لوسط المنصة ونبدأ مع بعض تراست أزمة ثقة. رنيم وأحمد يا هلا ومرحبا فيكم ونورتونا. هلا وسهلا بك. أهلا فيك. هلا فيكم. رنيم أنت من جدة، موظفة بالقطاع الخاص. مزبوط. مين جاء معاك اليوم؟ ماما وأخويا. هلا فيكم، شرفتونا، حياكم الله. أحمد من مكة وموظف في وقف الملك عبد العزيز. صحيح. اللي هو برج الساعة في مكة المكرمة. نعم صحيح. مين جاء معاك اليوم؟ معي أصحابي ريان ومصطفى. هلا فيكم، حياكم الله. هلا وسهلا. في البداية راح أطلب منكم إنكم تأكدوا لنا عدم معرفتكم أو التقائكم ببعض نهائياً. لا داخل ولا خارج الاستديو. نعم، فرصة سعيدة. أنا أسعد. أنا سعيد فيكم كمان. أهلا أسعد فيك، الله يسعدك. إذن مشاهدينا، عندنا مشتركين اثنين لأول مرة يتقابلوا عندنا. رأعطيكم قواعد اللعبة عشان توصلوا لأعلى مبلغ عندنا في الحلقة واللي هو نص مليون ريال سعودي. لازم تجاوبوني صح على 12 سؤال. في كل مرة أنا راح أعطيكم بداية السؤال وأنتوا تقرروا نهايته إذا كانت سهلة أو وسط أو صعبة. وطبعاً كل ما كان السؤال أصعب كل ما زاد مردوده عليكم، واللي منكم بيختار درجة أعلى من الثاني راح يفرض خياره على شريكه. يعني يا أحمد، لو أنت اخترت السهل
وانت يا رنيمة اخترت الصعب، راح يكون السؤال لكم انتوا الاثنين صعب. لكن انتبهوا، في حال ارتكبتوا 3 أخطاء بكل بساطة راح أقول لكم شرفتونا وتنتهي اللعبة لكم انتوا الاثنين سوا. فاول خير إن شاء الله. واضح؟ إن شاء الله. أي سؤال أي استفسار؟ لا إن شاء الله. جاهزين؟ جاهزين. خلونا نروح للسؤال الأول. بداية السؤال الأول تقول: في العملة المتداولة حاليا في العالم، ما اسم الجزء المئوي من 500 ريال للسهل، 2500 ريال للوسط، 5000 ريال للصعب؟ تفضلوا اختاروا. وانتوا الاثنين اخترتوا السهل، ان شاء الله سؤالكم يطلع سهل ان شاء الله. وسؤالكم ب 500 ريال ويقول: في العملة المتداولة حاليا في العالم، ما اسم الجزء المئوي من الريال السعودي؟ أعيد لكم السؤال: في العملة المتداولة حاليا في العالم، ما اسم الجزء المئوي من الريال السعودي؟ فكروا وتشاوروا. الجزء المئوي عندنا في الهلل والقروش. اوكي. ايش لك بالهلل والقروش؟ ريال. فهو يكون يا الهلل يا القروش. قرش قرش 20 قرش. والهلل اقل من 10%. اتوقع الهلل. ايش بتحسب؟ الهلل اتوقع انا. الجزء المئوي منه. سمعونا تشاوركم كذا، ارفعوا لنا صوتكم. الجزء المئوي. متأكد؟ ما انا متأكد. ولا انا. ايش عندك فكرة؟ لا. ما اسم الجزء المئوي من الريال السعودي؟ اتوقع قرش. قرش؟ اتوقع. اتوقع. اللي هي الكوينز ال اوكي. اوكي. استنى. هي الهللة. الهللة. الهللة الواحدة تصور يعني. 6 ثواني. القرش. اوكي. اوكي. باكم تقولوا جوابنا هو وتعطوني الإجابة. تفضلي. جوابنا هو القرش. كم؟ القرش. الهللة. كوينز. ايش؟ هللة. متفق معاه في الإجابة أنت؟ متفق معاه في الإجابة. إجابة صحيحة ومبروك عليكم السؤال الأول و500 ريال في رصيدكم. خلونا ننتقل سريعا للسؤال الثاني. بداية السؤال الثاني تقول: من هي الفنانة العربية التي لقبت ب 1000 ريال السهل، 5000 ريال الوسط، 10000 ريال للصعب؟ تفضلوا اختاروا. وما زالوا احمد ورنيم في السهل. كيف معلوماتك الفنية يا رنيم؟ يعني كويسة. وانت يا ابو احمد؟ مية 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 مية. ومختار سهل بالبداية. حب حبك لانه عنقت. حب حب على قولك. وسؤالكم بألف ريال ويقول: من هي الفنانة العربية التي لقبت شحرورة الوادي؟ من هي الفنانة العربية التي لقبت بشحرورة الوادي؟ صباح. عرفت شحرورة. فنانة كبيرة. صباح. ولقب شهير هذا. صباح. ايوه. اوكي جاهزين. اوكي. تشاوروا مع بعض. صباح. لازم تقولوا لي كل مرة جوابنا هو. ايوه بس شحرورة الوادي انا ما اعرف، انا عارف انها شحرورة. هي اختصاري. هي شحرورة الوادي. الوادي سقط سهوا. جوابنا تفضل. انت جواب. جوابنا هو. ايوه. فنانة كبيرة صباح. جوابكم هو. الفنانة صباح. شحرورة. متأكدين؟ ان شاء الله. جوابكم صح. مبروك عليكم الألف ريال، وصار في رصيدكم 1500 ريال. واللي لقبها بهذا اللقب هو الشاعر المصري صالح جودت. أحسنتم. شكرا. صار في رصيدكم 1500 ريال. يعني أباكم تتحمسوا. أكيد متحمسين. خلونا أجل ننتقل للسؤال الثالث. بداية السؤال الثالث تقول: متى انضمت المملكة العربية السعودية إلى 1500 ريال السهل، 7500 ريال الوسط، 15000 ريال الصعب؟
وزي ما احنا لسه في السهل يلا ما هي مشكلة هنوصل للصعب. عموما سؤالكم ب 1500 ريال ويقول متى انضمت المملكة العربية السعودية لجامعة الدول العربية؟ أعيد لكم السؤال، متى انضمت المملكة العربية السعودية لجامعة الدول العربية؟ تبغى تاريخ؟ ايوه تاريخ طبعا. كيف التاريخ؟ ربنا ظالم ومفتر. لو قلنا انضمت لمجلس الدول التعاون ولا الجامعة العربية قبل؟ اتوقع المجلس التعاون. علوا صوتكم شاركونا في المشاورات اللي بينكم. متى تتوقع انضمت لجامعة الدول العربية؟ إذا كان توحيد المملكة حيكون بعد توحيد المملكة أيوة. يعني حيكون تاريخ بعده يعني أوكي إذا كان هي 2000 وشو ما عندي تاريخ معين ولا أنا بس نقول بعد التوحيد 1971 التوحيد 1900 قبل الثمانينات قبل السبعينات أتوقع السبعينات أتوقع السبعينات هي يوم زمان أيوة بس متى كم في السبعينات؟ بس 1000 وكم يعني؟ كم؟ 1970 خليها في النص 75 75 الوقت راح يداهمكم ولازم تعطوني إجابة طيب ما عندنا تاريخ معين السؤال ما حد عارف إيه بس نحاول جواباً هو 1975 متأكدين؟ ما احنا متأكدين ولا مشككين؟ مشككين والله ما واثقة في إجابة أحمد؟ إن شاء الله واثق أنت من إجابتك أحمد؟ إن شاء الله للأسف إجابتكم خطأ وهذا أول خطأ لكم المملكة انضمت لجامعة الدول العربية عام 1945 ميلادياً وهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية لكن مش مشكلة لسه أمامكم فرصتين إن شاء الله إن شاء الله راح تتخطوا العقبات إن شاء الله سؤالكم الرابع بداية تقول ما هي الأكلة السعودية التي تتكون من 2000 ريال السهل 10000 ريال للوسط 20000 ريال للصعب تفضل اختاروا إغراق جميل حلو انتوا الاثنين اخترتوا الوسط حلو تعرف تطبخ احمد ايوه عارف اطبخ تعرف تطبخ عارف أطبخ. ايش اكثر طبخه تحب تطبخها كذا ولا هذه مخاطره السليق السليق الله الله اكله رائعه السليق رنيم كيفك في الطبخ كويسه كويسه ايش اكثر اكله تتفنني فيها لما تطبخيها يعني فوتوتشيني فوتوتشيني أكلة تجيل هذه هذه أكل المشهورة فيها هذه بالطلب أوكي أوكي إذن اختياركم الوسط وقيمة السؤال 10000 ريال ويقول ما هي الأكلة السعودية التي تتكون من عجين الدقيق المخبوز على صفيح النار أعيد لكم السؤال ما هي الأكلة السعودية التي تتكون من عجين الدقيق المخبوز على صفيح النار عرفتها أتوقع أنها الملة اللي تتاكل في السمن والعسلين ايش هي؟ ياكلوها في الطائف هاي يسموها المله او الخبزه هي الخبزة. بس خبز تشاوروا مع بعض المفروض انها بس خبز يعني؟ المفروض انها بس خبز يعني؟ هي بالدقيق ايوه خبزوها على النار بعدين ياكلوها بالسمن والعسل طيب اوكي عندك ايش؟ ما اعرف اكلات انا تميس؟ ممكن ممكن تميس؟ لو من عجين الدقيق بس التميس ما هي أكلة سعودية أصلاً ما هو أكلة سعودية أصلاً صح إيش طيب؟ إيش فيه شيء تاني يجيب هذا؟ ترى أكلة معروفة عندنا بس مش شرط تكون حجازية شرقية جنوبية شمالية هذا أنا أعرف الملة طيب اللي إذا بس ما متأكد منها هلية ولا مين هذه اللي جنب بالي إيش فيه؟ الرقوق ولا الشادي ما فيها في حاجة كده تجي فيها حلا فيها حلا؟ هذه فيها حلا اوكي خلاص هذه ستة ثواني بقي واحد ثلاثة ثواني طيب جوابنا هو قول الجواب اعطوني اجابة طبعا جوابنا اللي هو الخبزة سموها
اسم ثاني؟ اعرف اسم الخبز والمله. هذه الاجابه وصلتوا لها بعد المشاورات؟ ايه المشاورات المطوله؟ ايه هي اكله حلوه. طلعت معاكم الخبزه؟ لا للاسف اجابتكم خطا وهي القرصان. قرصان اكله معروفه عند القرصان. ما اعرف مكوناتها. ما اعرفها. معروفه. ما عمري شفتها. مسموعه، ما عمرك شفتها بس مسموعه. لكن ما علينا، باقي لكم فرصه. ان شاء الله انكم ما تغلطوا مره ثانيه. ان شاء الله. وخلونا نروح للسؤال الخامس. بداية السؤال الخامس تقول: أول شيء كيفكم في الأفلام؟ بدأت في الأفلام الكرتون وكذا. أوه حلو. تحب الأفلام الكرتون؟ ديزني ولا أنيميشن حلو. طيب جميل. وأنت يا رنيم؟ لا أحبها. طيب ممتاز. إذن بداية السؤال تقول: في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة حكاية لعبة، بالإنجليزية ما اسم؟ سهل 2500، وسط 12500، صعب 25000 ريال. عرفتوا الفيلم انت اول شيء؟ توي ستوري. توي ستوري. يس. تفرجتوا عليه؟ اكيد حفظناه. طيب سؤالكم ب 12500 ريال ويقول: في سلسلة افلام الرسوم المتحركة حكاية لعبة، ما اسم الديناصور الاخضر؟ أنا أعرف بز يطير. أنا أعرف إيش اسم الديناصور الأخضر في فيلم حكاية لعبة؟ ديناصور، حاولي تفتكري. طيب إيش اسمه الشخصية الأساسية فيه؟ هو وودي وباز. باز ماستر بوتيتو. إيه ماستر بوتيتو. وفي باربي. في زوج باربي. بس الديناصور هو الديناصور، هو ده المشكلة. حاول تفكر الديناصور. الديناصور انتوا فاكرين الديناصور الاخضر الصغير ده؟ فاكرينه، بس مشكلة اسمه احنا فاكرينه. يعني من اهم شخصيات هو في الفيلم كان. مو اهم من بز يطير. لا بز يطير ولا اهم من وودي. فكر يا حبيبي افتكر. ماني فاكرة اسمه ابدا. طيب بز يطير. اي حاجة مثل ماستر بوتيتو. ماني فاكرة اسمه ابدا. الديناصور الاخضر. الديناصور الاخضر. اعطونا اي اسم. قول قول اسمه، قول اي اسم. حاولوا تفتكروا كذا الديناصور. قول اي اسم. خلاص اوكي. ديناصور. مستر ديناصورز ممكن؟ للأسف هذه ثالث إجابة خطأ لكم، وكان اسمه ريكس. اسمه كان ريكس. لكن أهم شيء إنه إحنا سبنا شوفتكم. إحنا اللي تشرفنا بيك. الله يسلمك. تشرفنا بيكم. وهارد لك مرة ثانية. صح إنها أربع أجوبة وخسرنا من النهاية، بس يلا حمسنا يعني. وتجربة مرة حلوة. الأسئلة خانتها، فكان السؤال اللي جاها بصراحة ما كانت توقعته. أنا أتمنى لها إن شاء الله التوفيق في مراحل ثانية إن شاء الله. كانت الأسئلة سريعة، أربع أسئلة، فما جاوبنا غير على سؤال واحد. ثلاث أسئلة راحت مننا. بس أنا بسأل بس عن نبا ريكس الصغير، هو السؤال اللي ضيعني. ريكس أبغى أشتري ريكس صغير وأخليه عندي للذكرى. للأسف إنه ما طولوا كثير في المسابقة. بس الحمد لله. مشاهدينا، هذه كانت حلقتنا لليلة، حلقة جديدة من تراست أزمة ثقة الأسبوع المقبل بنفس الموعد على شاشة روتانا خليجية. فمان الله.